ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطه. النهارده هنعمل تورتيه شيبس او التريتوز، المقرمشات، السناكس، اي حاجه الولاد بيحبوها جدا واحنا كمان بنحبها، وعايزينها تبقى صحيه وما فيهاش مواد حافظه ولا بقى محفوظه في اكياس لمده كبيره. فاحنا عايزين نعمل الحاجه في البيت وتبقى صحيه. وشايفين مقرمشه ازاي، وخصوصا ان كل الطعوم دلوقتي بقت متوفره وسهل ان احنا نجيبها. فنعمل الحاجه اللي قلنا في البيت، يلا بينا نشوف الوصفه مع بعض. اول حاجه عندنا كوبايه ونص من الدقيق الذرة الاصفر، وعندنا نص كوبايه دقيق اللي هو جميع الاستعمالات، عندنا معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، بابريكا مدخنة او بابريكا عادية، وممكن تستغنوا عنها، يعني دي على حسب الايه اللي الطعوم اللي انتوا بتحبوها. تمام، وعندنا هندي بس تقليبة كده، وعندنا معلقة كبيرة زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبس الزبدة كويس مع الدقيق، بعد ما بسينا الدقيق بالزبدة عندنا بقى مية. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة واحدة كده وبنلم العجينة بالراحة. ادي العجينه بتاعتنا اهي، بنتنينا نحط ميه بالراحه لحد اما تلم معانا بالشكل ده كده. مش بنعجنها، هي ما بتتعجنش قوي، يعني احنا يا دوبك بنلمها. هنغطيها ونسيبها ترتاح من نص ساعه لساعه. تمام، وهنرجع نكملها مع بعض. بعد ما سيبنا العجينه بتاعتنا تريح، هنبتدي بقى ناخد جزء منها كده ونفردها. عندنا دقيق ابيض على دقيق ذره. بسم الله الرحمن الرحيم. لما خلصنا القلي بتاع جوزنا، شايفين القرمشه، هترشوا عليه بقى اي حاجه انتوا بتحبوها. طعم والطعم كلها متوفره. انا عندي جبنه مكسيكي فهرش عليه
ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه بسرعه يشترك علشان لسه في وصفات كتيره مع شيف بطوطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.